نبدأ بهذا الخبر الذي ورد قبل قليل، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل القائد العسكري لحماس في قطاع غزة محمد الضيف. وكان الضيف قد استهدف في الغارة التي طالت منطقة المواصي قرب خان يونس الأسبوع الماضي، إلا أن مقتله لم يكن مؤكدا حتى الآن. إذن مشاهدينا، نعود ونؤكد هذا الخبر الذي وردنا الآن، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل القائد العسكري لحماس في قطاع غزة محمد الضيف، ونشر صورة للاستهداف كما نتابع الآن على الشاشة نعرضها عليكم. هذه إذن مشاهدينا المشاهد التي نشرها الجيش الإسرائيلي لاستهداف مقر محمد الضيف في قطاع غزة، وأكد اليوم أنه استهدفه في منطقة المواصي قرب خان يونس الأسبوع الماضي، إلا أن مقتله لم يكن مؤكدا حتى الآن، حيث تم تأكيد مقتله من قبل الجيش الإسرائيلي. وهذه هي الغارة التي استهدفته في منطقة المواصي في خان يونس كما نتابع على الشاشة.